شكلك حبيت اللعبه. نقول تاني؟ قشطه تاني. خطفته ياسمين ليه؟ هي هبت كده. هبت؟ اه. تعرف انا مين؟ تعرف اسمي ايه؟ لا. اعرفك. انا اسمي زكريا العطار. اسمي ايه؟ خلاص خلاص. اسمي ايه؟ خلاص. خطفته ياسمين ليه؟ معرفش. هي اوامر وجات لي وانا عملتها وخلاص. اوامر من مين؟ من يحيى بيه. مو فاهم. مقلب زباله. لا حول ولا قوة الا بالله. معقولة يا زينب ماليش رأي في جواز بنتي؟ احط يدي في يد راجل اتفقتش معاه؟ وانت منيتها بتتفق على حاجة يا عبجادة؟ ما طول عمرك بتعمل اللي بقول لك عليه. ايه الجديد؟ عشان ما اكسرلكيش كلمة يا زينب ما زعلتيش. ما حبكيش تزعلي مني. خلاص اعتبر نفسك اتفقت، واعتبر نفسك حطيت ايدك في ايده، واعتبر نفسك وافقت كمان. هي مش هتلقى احسن من عبد الله، فاهم؟ لا، عبد الله رقية. ايش عمرها ما حبت عبد الله ولا عبد الله حبها؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله يرحمك يا ست. الحدوته دي ما بترجعكش لورا شويه كده؟ ما تفكركش بحدوته زينب وعبجادر؟ ايه؟ ما هي كمان غلبانه، لا حبته ولا كانت طايقاه ولا هو حبها، وتجوزه وعاشوا بالغصب. لا واهل اكاده جابوا عيال. انا حبيتك يا زينب. حبيت مين؟ لا انت حبيتني ولا انا حبيتك. ايه اللي انت فيه ده؟ حبيت مين يا عبجادر؟ انت حبيت نفسك بس. انت حطيت عينك عليا وقلت هاخد دي، خدت دي. ما حبيتش غيرك يا زينب. قلبي كان ليك انت واحنا صغيرين. ما عرفتش الحب. ما عرفتك انت يا زينب. حب ايه يا عبجادر؟ ده انت طول عمرك يا راجل كيف الجناح المكسور اللي مش عارف يضمني. كنت كتف مخلوع ما اعرفش اتسند عليه، وعمر الكتف البايظ ما يعرف يضم حد. يا بعد عيشة السنين دي كلها طلعت انا اللي غلطان. انا كنت فاكر ان انا برضيك يا زينب. مشيت مشوار طويل طويل قوي، قعدت الف وادور ورجعت لنفس النقطة، انك ما رضياش ولا عمرك حضرني. النبي انت اللي هتجيب لي نقطة. انا ما خبراش انت عمال تعيد وتزيد وتلك ليه؟ انت عمرك فكرت ترضيني؟ لا، انت لو فكرت ايه اللي يرضيني كان زمانك يد قوية كده تشدني لقدام، مش ايدك تشدني من ظهري وتحطني في الارض. كان زمانك حضن بيلمني، لكن انت ما لمتنيش ولا تقدر تلمني. كان زمانك فكرت تبقى زي سليم. سليم اخوك يا اخويا، عايز تبص لفوق مش تنزلني سبع ارض، ولا زي زين اخويا اللي مخلي مرته ملكه. انما انت ترضي مين؟ حتى ما تعرفش ترضى نفسك. انا وكسه. ده انت قاسيه قوي يا زينه. كنت فاكر ان العشره والسنين هتخلق الحب اللي بيني. وهو كان في حب بيني؟ اقول لك انا بقى العشرة والسنين عملت ايه؟ تصلك بتحلم. زودتني كره وقرف وقسوه وكل حاجه، فاهم يا عبجادر؟ وخلص بقى يا عبجادر. الليله فرح بيتك وادعي لها من قلبك يا رب تشوف لها يومين حلوين وتعيش عيشة أحسن من عيشة الزفت اللي أنا عشتها معاك يا عبجادر. يا باشا أنا ما كنتش موجود ومعرفش إزاي ده حصل. طب يا باشا لا مؤاخذة عشان عندنا ضيوف. أهلاً
تفضل ضيف على الدنيا دي يا يحيى، بس انا اللي واقف قصاد انك تطرد منها. مش فارقه زكريا بيه، هبقى خدت منك اي حق برضو. مش الموت برضو حق ولا ايه؟ كلام ابويا اللي موقفني. بتخطف اختك يا يحيى؟ لا انت مش فاهم حاجه يا زكريا، ياسمين كده كده كانت هتتخطف. لو ما خطفتهاش انا كان هيخطفها حد غريب. انا خدتها عندي وحميتها، يبقى اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ صح انك تقول لي مين اللي وراك. مين اللي وراك يا يحيى؟ مش فارقه، اختك ورجعت لك وانا وحميتها لك. خلصانه؟ مش خلصانه يا يحيى، مش خلصانه. لولا ان ابوك موصيني عليك قبل ما يموت انا كنت دفنتك هنا حي. سلاحك في ايدك يا زكريا، وخلص عليا وقتي. عشان وصية ابوك بقى ولا كلام؟ وكل ده بالنسبه لي كلام في الهوا. ابوك لو عايز يقول كلمه عدله كان عدلها وهو عايش. عدلها؟ بس انت اللي مش شايف. الكره اللي انت اتربيت عليه عماك، الكره اللي انت جاي تكلمني عليه دلوقتي سببه ظلم ابوك، اللي انت جاي تدافع عنه دلوقتي يا زكريا، ومش هتبطل تدافع عنه. صحيح، انت هتبطل تدافع عنه ليه؟ ده انت ابنه البكري، مع ان ابن البكري موجود. انت الكبير يا زكريا، مع ان اخوك الكبير عايش. بقول لك ايه، لو عايز تقتلني خلص، لو جاي في صدرك كلمتين قولهم وانا سامعك. بس قبل ما تقولهم انا عايز انا وانت نبدل حياتنا يوم واحد بس، يوم واحد يا زكريا، وشوف ساعتها هتقولهم ولا لا. انا نفسي ابقى مكانك يا يحيى يا اخويا، بس انا عمري ما هبقى مكانك، وانت كان ممكن تبقى مكاني لولا الحركه الغبيه اللي انت عملتها دي. بتمنى من ربنا ان الدنيا ما توقفناش قصاد بعض تاني، عشان اقدر انفذ وصيه ابويا الله يرحمه. بس لو ده حصل هتتمنى الموت الف مره، مش هتنوله، لاني مش هرحمك يا اخويا. عارف انا بحلم باليوم ده من متى يا عبد الله؟ ساعة ما وقعت على وش الدنيا وانت قلت لي اني حبيبتك وهبقى ام ولادك، كنت بحلم بيك كده وشكلك حلو كده، البيت كان كله كهارب وزغاريد والنسوان كلها من كدب وبتحسدني عليه، بس الحلم اهو قلب كابوس وانا اللي متكادب. ما لقيتش الا اختي يا عبد الله، ده انا لو عدوتك مش هتعمل فيا كده، ده انا حبيبتك رجاي. عايز تموتني ليه يا عبد الله؟ رجاي انت حبيبتي، انت عارفه ان كل ده غصب
وبعدين انت عارفه كمان انك اغلى عندي من الدنيا كلها، وهي مساله وقت ورجع لك. والله هرجع لك. كيف الخشمه ترجع لمين؟ هتجمع بيني وبين اختي ولا ايه؟ تفكرني حد من رجالتك ولا شاريني يا عبد الله؟ بس انا عارف انت مش تعرف تعيش مع رجل غيري، صح؟ لا مش صح يا عبد الله، وحياتي اللي خلقني مهطول ضفري لو انت اخر راجل في الدنيا، وحياتي اللي خلقني اللي هبقى مع ست سيدة، راجل تضحك عنه مصر كلها مش بس البلد، راجل بجد مش زيك يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم ألف بين قلوبهم وارزقهم السعادة في الدارين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير، اللهم أمين.